عايز اكسب في بطولة الجامعات، ومحمد عايز يعوض خسارته ويكسبني. كنت باكل الست وجبات او الخمس وجبات في اليوم بيض، فروحت لعبت التجارب دي وكنت اسوأ مستوى في تجربة. وكنا جايبين كنتاكي وشاي بالحليب وسندوتشات فول وطعمية، واللي هو يعني يوم انا مش عايز اسافر قلت له مش جاهز هتسافر يعني انا بطولة العالم. فبعدها قالوا لنا ايه، انتوا هتمثلوا جامعه المنوفيه في بطوله جامعات مصر. حلو، انا بقى طلعت من حته ان انا على طول انا بشتغل نفس الشغلانه ديت اللي هي سواق طول الوقت، انه خلاص يعني دي اللي بجيب منها مصاريفي يعني. عندي بقى اللي هو ايه، انا عايز اكسب في بطوله الجامعات، لان كنا واخدين انا ومحمد نفس الوزن اللي هو 65 كيلو. عايز اكسب في بطوله الجامعات، ومحمد عايز يعوض خسارته ويكسبني، لان هو ما كانش بصراحه مش هو ما كانش جاهز قوي ساعة ما كسبته. المهم جيت بعد بطولة الجامعات، كان وزني انا عليه، لان كانوا طبقوا سنتها بقى الميزان اللي هو الديجيتال. كان اول سنة الكلام ده، سنة 2000 تقريبا 2001، طبقوا الميزان اللي هو الالكتروني. فوزني جه 68 كيلو، فلعبت 70 كيلو. محمد سلامة عشان كان عمل مجهود جامد وصرف مصاريف اكتر، طبعا المصاريف انا مش هقول لكم فيها، ما كنا بناكل ملوخيه يعني في التجهيز. المهم محمد لا، وزن 71 كيلو ولعب 75، وانا وزنت 68 ولعبت ايه ده يعني علا لعب ميزان بعدي بعدك مش قبل. وانا لعبت كمان، المفروض ان انا مسافر كنت الجامعه 65، لعبت 70، لان هم كانوا طبقوا الميزان الديجيتال، والميزان الديجيتال غير المؤشر يعني بيزود في الوزن. فجيت عملت انا تاني مركز ثاني، كانت اول بطوله الجامعه عملت مركز ثاني، ومحمد سلامه خد اول في ال 75، وانا عملت ثاني في ال 70 كيلو. كان الاول بتاعي عمرو البصيلي. عمرو البصيلي طبعا قعد يجي 20 سنه في الجامعه يعني. المهم دي كانت اول سنه ليا، كان الاول عمرو، واداها له مجامله كده عشان هو بطل افريقيا طبعا، كان ساعتها عمرو بطل افريقيا. ف خدت انا تاني، وبدات بقى ايه التحدي، بدانا نلعب بطوله الجمهوريه 21 سنه، واترقينا انا ومحمد سلامه مع بعض، لان كنا بننافس مع بعض على طول. اترقينا درجه اولى واحنا لسه ناشئين، وكنا ايامها بنلعب لاتحاد الشرطه. ده انا بقول لكم ترتيب الحياه يعني، بس الصعوبات طبعا في حاجات كتير ممكن اقول عليها دلوقتي. بدانا بقى هو يلعب بطوله الجمهوريه وانا العب معاه، بس هو محمد كان ما شاء الله كل سنه وزنه بيعلى، وكل سنه بيلعب وزن جديد، لحد ما وصل 80 كيلو وانا كنت 75 كيلو. كنا بنكسب تقريبا كل بطولات الجمهوريه الدرجه الاولى والثانيه والناشئين، وترقينا درجه اولى. كنا احنا الاثنين بنلعب في اتحاد الشرطه الرياضي، وكان ساعتها مرتب البطل 90 جنيه في الشهر، كنا بنصرف تقريبا منهم 20 جنيه مواصلات. بعد كده لما ترقينا درجه اولى بقى الراتب بتاعنا حوالي 400 جنيه، كانوا الحمد لله بيكفوا 100 100، بس كنا يعني احتياجات البطل كانت اكتر في الوقت ده. طبعا ما كان المكملات الغذائيه، بس كان الميجا ماس ال 4000 وال ايوه حتى الهرمون نفسه ما كانش فيه 4.2، بس ده حتى الهرمون حتى الهرمون ما كناش بقى الفايلات والكلام ده، كان هو بتاع الصيدليه بس الصيدلانه والديكا والديلو. فهي دي قصه البدايه يعني. قصه العقبات بقى، انا عايز اقول لكم ان في اوقات والله ما كلام ولا شو ولا اي حاجه، فيها اوقات ان انا كنت بخلي تقريبا، لان كان ارخص حاجه ساعتها البيض، انا كرتونه البيض مش عارف 5 جنيه او 6 جنيه، فكنت باكل الست وجبات او الخمس وجبات في اليوم بيض. والله كان الوجبه 8 بيضات في 5 وجبات مثلا، عشان اوفر في البروتين، في ارخص مصاريف كمان. مفيش ارخص بروتين، انت هتجيب ايه، فراخ؟ حتى انواع السمك كنت انواع السمك كنت باخد السمك اللي هو ارخص حاجه، اللي هو كان بيقول عليه عندنا سوفيديا او في شيء افضل، زي السردين كده، سمك السردين بسارية بيسموه اسكندريه. فكنت بجيب الحاجات اللي رخيصه، كنت بلم نفسي يعني، كانت تجهيزه تعبانه يعني، بس كنا بنجتهد وكنا بنتمرن بالثلاث اربع ساعات في اليوم. كان عندنا روح المنافسه عاليه قوي، ازاي انك انت مثلا عايز تقدم احسن ما عندك عشان تفرح اهلك، تفرح اخواتك يعني. انا بالنسبه لاهلي كنت انا البدايه يعني، كان اول حد يبدا اسم ينجح في حاجه يرفع اسم العيله. لدرجه كنت مثلا انا في من الحاجات اللي يعني والدتي الله يرحمها هي اللي كانت بتشجعني دايما
لا وحش جيم بالذات بعد اول بطوله لعبتها اللي هي كانت بطوله المحافظه. فابويا كان دايما يعني مش من مشجعين اللعبه او كان اما يقابلني مثلا وهو راجع من الشغل رايح فين اقول له رايح الجيم يقول لي ادي اللي بناخده منك رايح أيوة فين رايح الجيم ما باخدش منك مصلحه. لحد بطوله الجامعات اللي انا خدت فيها تاني ديت فكان ايامها اصلا وسائل راديو السوشيال ميديا لا كان الجورنال الاخبار واليوم والاخبار والاهرام والحاجات دي. فنزل منشط كده جامعه المنوفيه تفوز ببطوله الجمهوريه للجامعات وحطوا ايه حصل على المركز الاول محمد سلامه المركز الثاني احمد طلعت الورداني. فساعه ما ابويا شاف اسمه في الجورنال بس بقى هو توكل على الله يا ابني. اه والله كان لو ما لقنيش في البيت مثلا لاني يوم راح انت ما ابويا عشان بتاع جورنال وابويا كاتب اه لغايه يومك ده ما اعترفش بيا الا لما نزلت في المجله دي لما شافني على ورق بقول له يا حاج وعديت اللي انا في العالم كله بيقول لي لا انت دلوقتي في مجله المجله دي عدت على ناس والناس فحصتها وشافت معلومات دي انت كده موثوق فيه. ايوه بالظبط. فجاه وخلي بالك ورداني من محافظه صغيره يعني هو كيكه كان مسمع هناك الناس خلاص عرفته بقى وسمعت وقشطه بس ابوه برضه لحد ما شاف في الجورنال. ايوه ايوه وانا ابويا ما كانش عمره ما كان سبورت قوي يعني امي بس هو نفس الكلام امي. فابويا انا متاكد في ناس كتير كده فاهم انا على فكره بتك على حتت انا عارف انه في ناس كتير عايزه تسمع. طب انت اهلك صندوق الاثنين في ظهرك؟ لا بس ابويا بدا انا بقول لك ان ايه المنظر ده كانك جارد. ايوه بالظبط بدا يسندني بعد ما كتبوا اسمه لان انا دايما حتى بعد كده لما بقى يكتبوا احمد الورداني كان بيزعل يعني عايز اسمه. فاما لا اسمه نزل وبقى كان واخده بيوريه اصحابه يعني فاهم كانت حته ان اسمك تنزل في جريده زي اخبار اليوم او الاهرام او الحاجات دي كان الموضوع كبير قوي يعني فاهم كنت ممكن تصور مازال كبير يعني او كنت ممكن تصور الموضوع وتحطه بالراس في البيت مثلا. فده اللي حصل بدا ابويا يشجعني من اللحظه ديت وبدات المشاوير لحد ما وصلت انا اتحببت كتير جدا او مش اتحببت كان في الوقت ده هدف اي لاعب انه يوصل لبطوله العالم يوصل لبطوله العالم. ف وصلت لبطوله العالم بس مش زي ما الناس فاكره في الوقت ده ما كانش بيسافر من مصر حد بطوله العالم غير اسماء معينه معروفين جدا للناس. لحد سنه 2010 قعدت كنت انا 2006 و2007 و2008 و2009 العب تجارب بطوله العالم والناس اللي في جيلي عارفين الكلام ده كنت بكسب التجارب وما يختارونيش. طب ليه يا جماعه انا كسبان يقول لك لا في اللجنه الفنيه اختارت عدد معين اللي هو كان شحات مبروك انور العماوي احمد حموده كان مصطفى نسيم كان يعني عدد معين كده من الابطال مش عايز انسى حد. فانت لا انت هو ضامن انه فلان ده بيعلق كل سنه بيجيب ميداليه انت جامد بس انا مش عارف انت هناك هتعمل ايه. فجيت بدات بقى ايه اقول لا خلاص بطوله العالم ممكن العب مثلا بطوله العرب بطوله البحر الابيض المتوسط بطولات عالميه بس مش بطوله العالم. لعبت بطوله كاس قطر خدت اول في الموازين و ايه شعورك هنا بقى لما انت عايز تثبت للناس حاجه وانت عارف ان انت جامد وناس كتير عارفه ان انت جامد بس لما بياخدوش بطوله عالم يبقى مش جامد في ناس بقى ما تعرفش كان حقيقه كان حقيقه في مصر لما ياخدوش لا بس انا كنت ايامها لان الناس كانت بتشوفني في التجارب جامد جدا فبيقولوا لا يعني ده لو سافر بقى احنا كنا بنحب قوي الحوار ده فانا كنت بروح اتفرج كده ورداني والله يا جماعه يستاهل يكسب. أيوة. بس في ناس ما كانتش بتحب بادي بيلدينج زي قوي فما كانتش بتحضر فبيسمعوا خدوا مين خدوا فلان يبقى علان ما كانش قد كده بالزبط. فكان بيتظلم كتير لحد بطوله العالم تجارب بطوله العالم 2010 طبعا انا كنت خلاص بصراحه يعني كنت وصلت لمرحله الياس ان مفيش بطولات عالم ومش هلعب بالتجارب وايه وكده وخلاص مش هجهز يعني. فكان في حد في المانيا موقع تقريبا ما اعرفش اسمه بادي اكستريم او اكستريم بادي كذا كده بعتوا لي قالوا لي كان بدايه الفيسبوك بقى يعني انا بدايتي مع الفيسبوك 2008 و2009 بعتوا لي قالوا لي احنا بنعمل بطوله في المانيا ومحتاجين حد عربي جسمه كويس واحنا دورنا في كل العرب الموجودين دلوقتي عندي رساله والله وجدناك افضلهم وانك انت ممكن اللي تكسب في البطوله ديت فهنبعت لك دعوه تيجي تشارك في بطوله المانيا اللي هي بتاع بادي اكستريم دي. فقلت ماشي بس انا كانت خطتي مختلفه تماما يعني انا خططت بقى حياه تانية خالص اللي هو ايه بس هسافر هيبعتوا لي الدعوه عشان اعرف اخد الفيزا
اخد الفيزا اسافر العب البطوله دي وبعد كده قابلني لو اهرب رجعت. في المانيا. قابلني لو رجعت بالظبط، كانت القصه كده والله. او كان اتجوز لي التركيز ثلاثه واكمل مش جواز حياتي بقى، من عشان اخد الجنسيه بقى اشتغل واعمل فلوس واتمرن برضه وبتاع، بس ايه مش هرجع مصر تاني. يا عم خلينا نعدي بقى. لان كنت يعني حاولت كتير ان انا اسافر وكانوا ما بياخدونيش يعني. فروحت السفاره بتاعت المانيا قالوا لي يعني اشمعنى اختاروك انت في مصر؟ قلت لهم والله نص رساله كذا، وقالوا لي، وانا راجل كنت في منتخب مصر ساعتها، قالوا لي طب هات لنا ما يثبت ان انت في منتخب مصر من الجهه الرسميه اللي هي الاتحاد يعني. فروحت الاتحاد اطلب ورقه بتقول ان انا في منتخب مصر. انك ليه وليه؟ ايوه ليه ومش عارف. لا دخلوني اللي كان ساعتها الدكتور عادل فهيم، وما زال دخلت له مدى الحياه. دخلت له المكتب قلت له دكتور انا عايز ورقه بعد ما يخلص الاتحاد، عايز جواب لسفاره المانيا بتقول ان انا في منتخب مصر، لانه كنت ايامها بطل عرب بطل افريقيا وبحر ابيض. ف قال لي مش هنشوفك في التجارب، كان تجارب بطوله العالم فضل عليها بالظبط 4 ايام او 3 ايام بس، انا ما كان واخد خلاص فقدت الامل ما عادش هروح اصلا. فقلت له لا انا مش جاهز. فقال لي ليه انت مش مسافر تلعب بطوله المانيا؟ لقيته عارف اصلا قبل ما انا اقول له مش مسافر تلعب بطوله في المانيا. فقلت له بس دي لسه قدامها شهر او شهر ونص يعني، في وقت ان انا جاهز. فقال لي لا انا مش هديك الجواب ده غير لما تلعب التجارب. فبيني وبينك قفل لي الايه الموضوع خالص، اللي هو يعني حتى اللي انا عايزه وخلاص هبعد عنكم قفله لي. فاتضايقت وقلت والله ايه هروح العب التجارب كده زي ما انا، وبس العبها عشان هو قال واخد الجواب وامشي وخلاص. فروحت لعبت التجارب دي وكنت أسوأ مستوى في تجارب، بس ربك لما بيريد يعني. ايوه بالظبط والله كان أسوأ يعني. السنين اللي قبلها ال4 سنين اللي ما خدونيش مستوى جامد جدا، السنه دي كنت سيء جدا، كنت بجرب 80 كيلو وكنت صريح جدا لدرجه في حاجات حصلت يوميها الصبح يوم التجارب الصبح. لا انا عايز اعرف، وفي ناس ممكن هتسمع الحلقه دي كانوا معايا موجودين من عندنا من المنوفيه مدربين، هم دلوقتي احمد فيجو وترزان صحاب رامي هو عارفهم برضه. المهم يعني كنت كانوا نازلين معايا في السكن، كانت التجارب دي في اسكندريه، وكنا جايبين كنتاكي وشارب شاي بالحليب وسندوتشات فول وطعميه واللي هو مش في دماغي. يا كابتن كان في كابتن ساعتها اسمه كابتن ياسر عبد الكريم، كان مدرب في منتخب مصر، حتى شافني وانا بجيب السندوتشات الفول والطعميه بيقول لي يا عم انت امتى يعني هنشوفك في بطوله العالم؟ قلت له بعدين ابقى اجي لك، لان كان ايامها في كده ناس لازم تروح لهم عشان تعرف تسافر بطوله العالم. المهم قلت له السنه الجايه ان شاء الله اجي لك، بس انا تخطيطي كان حاجه تانية خالص، ان انا اسافر المانيا وما ارجعش ولا اتحاد ولا بطولات. فروحت لعبت التجارب دي وكنت مستواي سيء جدا، انا بقول عن نفسي كده لان فعلا كنت كده. كان ايامها فضالي هو المنافس او البطل بتاع الوزن ده. فخلصنا ومش عارف ايه، وكانت في نادي الشبان المسلمين في اسكندريه. فبعدها بقى كان بعد التجارب على طول الجمعيه العموميه بتاع الاتحاد او اللجنه الفنيه بيجتمعوا، وبعدين بيطلعوا يقولوا فلان وفلان وفلان اللجنه الفنيه اختارتهم. فاحنا قاعدين مستنيين عشان ايه يقولوا مين يعني. انت مش مستني؟ انا مش مستني، انا مستني عشان اخد ميعاد من الباشمهندس سامي بشير او خد جوابي وامشي، ان اجي لكم امتى اخد الجواب من الاتحاد. والله والله الكلام ده حصل يعني. فطلعوا من الغرفه دكتور عادل وسامي وكده وبقيه المدربين، فبقول له يا باشمهندس سامي اجي لك امتى الاتحاد عشان الجواب؟ قال لي جواب ايه؟ انت تروح تسحب سفاره الجواز بتاعك من سفاره المانيا وتجيبه لنا، انت هتسافر معانا ايه بطوله العالم؟ قلت له نعم. قال لي والله اللجنه الفنيه اختارتك. يعني يوم ما انا مش عايز اسافر مش جاهز هتسافر يعني بطوله العالم؟ يعني انا اللي هتسافروني 80 كيلو؟ قال لي لا انت يعني مع فضالي، يعني فضالي اول وانت تاني. يعني احتياطي يعني. فقلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هتجيب الجواز وهتسافر معانا. دي عملت بلبله، اللي هو انتوا ليه واخدين اتنين في نفس الميزان واشمعنى؟ مفيش المانيا. فمفيش المانيا يعني عارف بقى اللي هو ايه حطم لك حلم انت كنت مبكر له. ايوه يعني. المهم قلت ايه الخبره في مختبر الله، اكمل والعب معاهم وبعد كده ممكن اسافر المانيا. كان عندك كام سنه؟ انا كده كده ممكن اقدم على كان 26 سنه. 26 كنت لسه يعني طايش شويه. مش عاقل مش يعني، ما تعرفش تاخد القرار السليم وتهدى، وكان لسه انا عايز دي عايز سافر. كان حلم الشباب كله في الوقت ده انه يسافر اوروبا مثلا او امريكا او اي دوله يعمل فلوس. انا قصدي ايه؟ قصدي دلوقتي ورداني كبر واتحط في مواقف كتير، يوم ما فيزا ما تطلعلوش ولا يخسر في ماتش موضوع عادي. عارف انا عارف انه خير وعارف العقبات اللي مريت بيها طول حياتك
يعني خليتك الحاجات دي بالنسبه لك بقت بسيطه، يعني انا اصلا وانا مقدم على الفيزا متوقع انها تقف، فاهم؟ فما بقيش الموضوع لان حصل كتير، فمش يعني يوم ما يوم ما بتقبل فيزا انت بتبقى ان حاجه انت متوقعها العكس حصلت. انت تعرف تكسب الضهر ده؟ صور. قلت له ليه ما كسبوش؟ عادي، ايه المشكله يعني؟ لعبت 80 كيلو وعملت اول، لعبت 85 وعملت اول، لعبت 90 وعملت اول. ده لخم برضه. اول بطوله محترفين لعبتها، ورداني فكر في الاعتزال قبل كده؟ حصل.